جلاش الكبد والبص الجبنه والبسطرمه، جلاش جميل جدا. تعالوا نشوف مقاديره ايه، وهو هيبقى رول بس صينيه في نفس الوقت. هنشوف مع بعض ازاي. باكت جلاش وبيضه وكوبايه حليب، مكعب من الجبنه الموتزاريلا المبشوره، كوبايه جبنه شيدر، مكعب يعني المكعب اللي هو الطازه، انا قلت لكم على الشركه المصريه اللي بتعمله، هو بيسيح احسن بكتير فعشان كده بحب استخدمه. كوبايه من الجبنه الشيدر الصفراء المبشوره، ونص كوبايه من الجبنه الرومي المبشوره، رشه من جوز الطيب وزعتر جاف وملح وفلفل اسود، ودي الحاجات اللي هنحطها على الوش. بالنسبه للحشوه عندنا ربع كيلو من البسطرمه القطع، فلفلايه رومي مفرومه، واتنين فلفل الوان مفرومين، اتنين طماطم مفرومه، ونص كوبايه من الزيتون الاسود الشرايح، 250 جرام من الجبنه القريش. هنبدا نحضر الحشوه براحتنا كده ونبدا نعمل الرول. ماشي، اول حاجه عندي الجبنه القريش، عايزه كده اهرسها بالشوكه كبدايه، افتفتها بس وهبدا احط كل حاجه، البسطرمه فككها كده بس بتبقى ملزقه في بعضيها، والفلفل الرومي الفلفل الحلو الالوان يعني، والفلفل الرومي كمان. طبعا غيروا في الخضار براحتكم مفيش مشكله خالص، على حسب ذوقكم. وادي الطماطم، وادي الزيتون بس فيه شويه ميه ننزلها. ما بحبش احط ملح خالص لان عندي زيتون وعندي بسطرمه، ولكن رشه فلفل اسود بتخلي الخلطه احلى واحلى، بس رشه صغنطوطه كده. وهنبدا نقلب الكلام ده مع بعضه كويس جدا تقليبه، جيبوا من تحت لفوق عشان كل حاجه تتخلط مع بعضيها. ممكن تشتغلوا بشوكتين مع بعض، لف رول فظيع جبنه بالبسطرمه ملوش حل. بصوا بقى بنعمل ايه، فردنا الجلاش قدامنا او قدامنا يعني مطرح ما احنا هنشتغل. انا باخد 3 ورقات من الجلاش، ماشي، ممكن نجيب ده كده ايه احطه هنا مقدما يعني مؤقتا، قصدي مقدما ايه اللي هنعمله دلوقتي. هناخد الحشوه بتاعتنا خلوني بس اظبط كده ايه اموري، معلقه، وهبدا اخد من الحشوه دي اوزع كده في النص. انا هلف رول طولي، فاكيد انتم متخيلين احنا محتاجين نسيب اطراف فاضيه عشان نعرف نلف، فبنحط الحشوه كده اهي بالمنظر ده في النص. ونبدأ نشتغل. طيب قبل ما نشتغل عايزة يا جماعة تاني بالسمنة ندهن الطبق بتاعنا. احنا المرة دي مش هندهن الجلاش خالص واحنا بنلف خالص، هنلفه على الناشف تماما، وبعد كده احنا هنسقيه بخليط من اللبن والبيض هيطريه جدا، وهندهن الوش كويس قوي بالسمنة. وطبعا ده غير ان احنا دهنين الطبق نفسه بالسمنة كويس قوي قوي قوي، يعني زودوا ما تقلقوش لان احنا مش هنحط في الجلاش خالص. يلا الطبق كده جاهز نجيبه قدامنا واحنا بنشتغل. تمام، هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الطرف ده كده وهجيب الطرف ده كده وهبدأ ألف الرول. بالشكل ده بقى عندي رول، بصوا متناسق مقفول أطرافه اهي قدامكم، مفيش فيها اي حاجه مفتوحه، فمفيش حشوه هتطلع بره.
بنفس الطريقة بنلف كل مرة الرول. طبعاً أنا ليه بحط 3 ورقات جلاش؟ لأن أنا عندي حشوة غنية ما شاء الله، جبن وبسطرمة وزيتون، نكهات قوية قوي، فبتبقى محتاجة كده 3 ورقات جلاش على الأقل عشان يشيلوها. اللي بيحب جلاش قليل ممكن يقلل لحد ورقتين، بس أنا ما أفضلش، أنا بحس إن هو أحلى حاجة بـ3. ولكن طبعا براحتكم يعني، مفيش مشكله، اللي يناسب ذوقكم ما عندناش عليه اعتراض. وبنلف باحكام عشان نضمن ان الحشوه الجميله دي ما تطلعش بره خالص، والموضوع ماشي معانا يعني بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين، مفيش كلكعه في الامور خالص. طيب انا الحبه اللي فاضلين دول يكفوا رول كمان فحسبهم. وبنفس الطريقه هلم الطرف ده والطرف ده والف من الجنب، الم ده خالص واتك بقى، يعني ده اللي بنتك عليه عشان انا مطمنه ان انا عملت كده بدايه قويه. خلاص انا كل الرول بتاعي متك ممسوك جامد، فخلاص مش قلقانه ان حاجه تتقطع او يحصل لها اي حاجه. اخر واحده باخر تقريبا 3 ورقات جلاش، هما يعني ايه، بصوا فرقت ورقه 3 اهو، اخر 3 لحقوني. هاخد بقى بقيت الحشوه دي كلها، اللي فاضله بقى معانا هي يا دوب على قد واحده، نفرد نفس الطريقه، هنلم الطرف ده وهنلم الطرف ده ونقوم جايبين ده كده ونقوم لفين كده بس. طب افرض اتقطع معايا جلاش ارميه؟ اوعوا ترموه، عشان احنا عندنا وصفه النهارده اصلا مخصوص للجلاش المتقطع ده. انا بس هزق الجلاش كده في نص الطبق، وهعمل ايه دلوقتي؟ هاخد عندي هنا زي اللي عملته بالظبط للجلاش التاني، كوبايه لبن ببيضه بشويه ملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب. الفرق الوحيد اني ضفت لها زعتر، قلت الاعشاب هتليق مع الخضار والبسطرمه والحاجات دي فضفت زعتر. هضيف كده السائل ده كله هنا، وهاخد سمنه وادهن. كان ممكن ادهن الاول بس انا يعني تعمدت ان انا اعمل كده عشان السمنه تبقى هي اللي فوق. بصوا يا جماعه احنا مش حاطين سمنه خالص، فهتحطوا يعني ما يجراش حاجه كده رشه على كل واحده، ما عندناش احنا اي سمنه غير اللي دهنا بيها تحت. طبعا دي هتخلي الوش يحمر ويبقى اخر حلاوه. انا بحط السمنه كلها الاول وبعدين بوزع عشان ما اوسخش الفرشه، واضطر بقى اقعد كل شويه اجيب معلقه وفرشه والمواعين بقى تبقى قد كده ونزعل كلنا ونجيب ناس تزعل معانا. هلا ما انا شايفه هو محتاج يقول لي. لا طبعا مفيش وقت، ده لسه هيستوي. وداع ايه؟ وداع يا لهوي. الجبنه، نحط الجبنه ونطلع فاصل، ايه رايك؟ يلا هنحط الجبن بقى على الوش ونطلع الفاصل. التمام، الجلاش ده بنغرقه جبن، غرقوه بقى يا جماعه. عايزه بس منديل قبل كده ما ابدا اغرق الجبن، نمسح الاطراف لو في اي حاجه كده بس طالعه بره، نقطت مننا سمنه ولا لبن ولا غيره نديها مسحه، لكن اي حاجه جوه الطبق خلوها مش هتاثر علينا في اي حاجه. يلا جبن. فهي بقى الفكره في كده، ان الرول من دول هيطلع شارب اللبن والبيض والجبن وحاجه كده اجرام. بس وزعه كويس. شيدر طبعا براحتكم، ممكن ما تحطوش الجبن خالص على فكره، ممكن تحطوا شويه موتزاريلا مع الخلطه، ممكن تحطوا نوع واحد من الجبن لو انتوا حابين، وممكن ولا حاجه. وانا هحط شويه رومي كمان، فموضوع الجبن ده اختياري تماما. احنا لحد ما لفينا ودهنا بالسمنه كده خلاص دي اكله، اي حاجه تانية هي اضافه اختياريه. يلا بينا على الفرن عدل درجه حراره 180 لحد ما يشرب خليط اللبن والبيض والوش برضو يحمر. بس كده يلا بينا. يا لهوي على المنظر، بصوا يا خبر.
قلبي الصغير لا يحتمل حرفيا. شايفين المنظر؟